هذه العملية عبارة عن عملية جراحية وتجرى من خلال فتحات صغيرة في العين. نبدأ بإزالة الدم في الجزء المتقدم من الجسم الزجاجي، ويظهر لنا في هذه المرحلة وجود دم متجلط على سطح الشبكية، وعادة يحتاج وقت لإزالته، وبالتدريج يتم تقطيعه إلى أجزاء بسيطة وسحبه بشكل كامل. بعد إزالة كامل الدم المتجلط، نبدأ بإجراء الليزر. الليزر هو عبارة عن كي لأطراف الشبكية بهدف منع أوعية دموية غير طبيعية من النمو والنزيف في المستقبل. في نهاية هذه العملية تحديداً، وضعنا هواء لتجفيف سطح الشبكية، وفي النهاية انهينا العملية بدون أي غرز لأن الجروح صغيرة جدا وتلتئم بشكل ذاتي.